بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنعمل انبوكسنج للفاير 7 تابلت. هذا هو التابلت ده، نسخه 16 جيجا طبعا 7 انش. مميزات هذا التابلت طبعا هو موجود فيه 1 جيجا بروسيسور، ممكن يحتوي على كارت عمر حتى 512. طبعا في عده مميزات، من مميزاته طبعا هو اللعيب الوحيد اللي هو ما بيشيلش شريحة هاتف، لكن بيشتغل على واي فاي. في فرونت ورير كاميرا أمامية خلفية، في مايكرو اس دي كارد حتى ممكن تكون ظاهرة، في مايكرو اس دي كارد حتى 512، والشاشة 7.5. التابلت نفسه بيكون جاي في علبة بلاستيك بهذا الشكل، ده 7 بوصة، الحجم مناسب جدا، أفضل تقريبا بالنسبة لي أفضل هذه العلبة. طبعا ده لون التابلت باللون الأحمر. وده كده عبارة عن الشاحن. الموضوع ما فيش اي زيادة عن كده، ده المانوال اعتقد ما فيش حد بيقراه. خلينا نشغل التابلت ونشوف ايه اللي هنحصل عليه. مفترض ان يتم شحنه. طيب في نقطة، دي النسخة الحديثة، من هنا بيتم الشحن، هنا الهيدفون، هنا البلاي، زيادة الصوت increase volume، هنا المايكرو سبيكر، وهنا السبيكر وهنا السبيكر. طيب خلينا نشوف مراجعة بسيطة عن التابلت. أولا دي الكاميرا الخلفية 1.3 ميجا بكسل، ودي الكاميرا الأمامية. ما يميز هذا التابلت إن سعره بسيط جدا، سعره تقريبا 40 دولار، وبينزل في خصومات إلى تقريبا 35 أو 35 دولار. الشاشة جودتها ممتازة جدا، الصوت ممتاز، فإذا أرشح هذا التابلت إلى أي حد. هو ممتاز فور ستريمينج فيديوز، ممتاز لقراءة البي دي اف، ممتاز للطلبة.